عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. الله يسعدك، الله يفتح عليك ويبارك فيك. الله يبارك. شيخنا تكن منكم أمة يدعو على الخير والأمر المعروف وينهى عن المنكر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة، دين النصيحة وإلى آخره. شيخ هذه داخل يا شيخ ضمن مصارع الخيرات ومبادرة الخيرات، لو وضعنا يا شيخ تحتها خطوط هذه تعليق. طبعا الآيات التي قرأها القارئ جزاه الله خير بهذا الصوت الجميل تتكلم عن خيرية هذه الأمة. نعم. وحقيقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الدعوة إلى الله، الدعوة إلى الخير، الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، أيضا الاجتماع وعدم التفرق، هذا من أسباب خيرية الأمة وتميزها وبقائها وانتصارها. الله. فهذه الأمة ما عزت ولا سادت إلا بهذه المقومات. نعم. وهذه الروح، روح الجماعة، روح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، روح الدعوة إلى الخير والسعي في الخيرات. ولذلك يجب أن نعلم حقيقة، أنا أقول للأخوة المشاهدين، الأخوات المشاهدات، لكل مسلم، أن قدرنا هو الدعوة إلى الله عز وجل. الله أكبر. قدرنا وقيمتنا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم. يدعون إلى الخير، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. نعم. الأمة كلها تقوم بهذا الواجب العظيم. وما كان ربك مهلك القرى بظلم. من أسباب الفلاح والصلاح وأيضا استجابة الدعاء وأيضا الحماية من العقوبات التي تكون بسبب الذنوب والمعاصي. ولذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو سفينة النجاة وصمام الأمان الذي ينبغي حقيقة أن يقوم به الإنسان بحسب قدرته واستطاعته. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أخ عبد الرحمن، نحن نعتز ونشيد ونرفع الصوت عاليا بأن الله عز وجل جعل هذه الدولة، المملكة العربية السعودية، تقوم على شرع الله وعلى كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم والتحاكم للكتاب والسنة، وأيضا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ووجود جهاز وأيضا مراكز للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تلقى الدعم والرعاية والتأييد والإعانة من ولاة الأمور جزاهم الله خيرا. وأيضا هذا المجتمع بحمد الله بطبيعته مجتمع محافظ، مجتمع يدعو إلى الخير، مجتمع يحب الدعوة، يحب المعروف. لا نقول قضية هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل هي قضيتنا جميعا في إشاعة المعروف في البيت، في الأسرة، في القلم، في الجهاز، في المشاركة، في البرنامج، في التعامل، في المؤسسة، في كل شيء. ونبذ المنكر، نبذ المنكر في على المستوى الخاص، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. نبذ المنكر ومحاربة أي شيء يخالف المعروف ويخالف الفطرة السليمة نحاربه في ذرياتنا، في أبنائنا، في مجتمعاتنا، في البيئة، البيت نفسه. مثلا الشيخ كيف الوازع الديني، احنا ذكرنا في بداية حلقة كيف يستطيع الإنسان أنه يحث أبنائه على المسارع الخيرات وعلى الحرص على الخيرات. أيضا يا شيخ كيف يستطيع أنه يثب وسائل الثبات اللي لأن الشيخ كل إنسان إذا حرص على عائلته وأسرته المجتمع بإذن الله بالتربية وبالتعليم وفي البيت نفسه، في بذرة البيت نفسها، أتوقع أنها هي المركز الأول. طبعا الركيزة الأساس أخي عبد الرحمن، ويعني كما يعلم الجميع، هي التربية وليس غير التربية. الحق قوا أنفسكم وأهلكم نارا. يعني ما معنى قوا أنفسكم وأهلكم نارا؟ يعني كما قال بعض السلف، علموهم وأدبوهم. لابد يعرف الحلال ولابد يعرف الحرام، لابد يكون هناك تعليم، لابد يكون هناك تربية، لابد يكون هناك تزكية، لابد يكون هناك وقاية من بعض الأشياء التي قد تودي به للوقوع في المعاصي، وبالتالي الوقوع في، نسأل الله العافية والسلامة، في العذاب وفي النار. ومن هنا يأتي دور المصاد، كما نقول المصاد من الفتن، المصاد من الشرور التي قد تحيط بالأبناء، وحمايتهم من رفقة السوء، وحمايتهم مثلا من بعض المؤثرات التي تؤثر على السلوكيات. هل يتحملون فساد الأبناء؟
نعم يتحملون إذا كانوا في سن التربية وفي سن المكنة من أبنائهم وأهملوهم وضيعوهم، هم يتحملون هذا الأمر يعني. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، في حديث آخر إن الله تعالى سائل كل راع عما استرعاه، حفظ ذلك أم ضيعه، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته ويقول الشاعر وما المال والأهلون وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع. فالإنسان مسؤول عن هؤلاء الذين تحت يده ومن تحت ولايته، أبناء بناته، حتى الخدم الذين في البيت، حتى السائق الذي في البيت، كل هؤلاء تحت ولايته. واجبنا أن نربيهم التربية الحقة، التربية الصحيحة، نزرع فيهم الخير. الله عز وجل يقول فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، هناك زرع للحياة وتربية على الحياة، ونكر الحياة، جاءته إحداهما، ما جو جميع البنات، يعني بعض الناس إذا جاء عندهم خروج كل البنات يخرجن، يخرج من لها الحاجة، من تحتاج الحاجة، بلا فتنة وبلا تبرج وبلا سفور. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، ولذلك عمر يقول ليست بسلفع من النساء خراجة واللاجة، بل جاءت مستترة واضعة كم درعها على وجهها، من قمة الحياء. فجاءت إحداهما تمشي على استحياء، هذا الحياء لا يمكن أن يزرع إلا في البدايات. ونحن نقول للآباء وللأمهات وللمتزوجين البدايات، أما والله حتى مع الزوجة، أما تبدأ بداية بالحرام، تبدأ بداية والله بالسفر إلى ديار كلها عري وتفسخ، ثم تقول لماذا امرأتي كذا وكذا، المرأة تحث مثلا زوجها أو خطيبة على أن يذهب إلى تلك الديار، ثم تقول لماذا تغير ولماذا ينظر إلى النساء، تقول لي والله كيف ربي أبنائي وأنت فتحت لهم الحبل على الغارب، ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إيشه، إياك أن تبتل في الماء. فلذلك نحن نقول في البدايات، ولذلك نحرس الفضيلة ونحمي الفضيلة ونحمي الأخلاق بالبدايات، البداية، إذا تربى على الصلاة، إذا تربت على الحجاب، إذا تربت على المروءة، إذا تربت أيضا الفتاة على مجانبة الرجال، مجانبة الرجال حسا ومعنى، مجانبة الرجال حتى في الوسائل، في وسائل التواصل وغيرها. ولذلك يعني كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني أنه قال يعني قال لفاطمة أي خير للمرأة، يا قالت الخير للمرأة أن لا ترى الرجال وأن لا يرى الرجال، هذا هو الحل. لكن أننا نضع عندهم مثلا حطب فيها نيران ثم نقول والله لا تشتعل فيكم النار، هذه إشكالية كبيرة. ولذلك نحن نركز على البدايات. والشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى في كتابه العظيم الذي ينبغي أن يقرأ كثيرا وأن يدرس وأن يعني قد تنتهج مثل هذه الأمور، ركز على قضية البدايات في زرع الحياة، في زرع الحجاب، في التمثل بالمروءة، بالقيم. يا أخي لماذا الآن نفقد القيم؟ لماذا تجد ابن العم يقتل ابن عمه؟ لماذا تجد بعض الشباب الآن يقتل رجال الطوارئ ورجال الأمن؟ أين قيمة الوفاء؟ أين قيمة الأخوة؟ أين الإسلام؟ أين لا إله إلا الله؟ انحراف الشيء، انحراف الفكري بسبب ماذا؟ ضاعت مثل هذه القيم. ابن عم يقتل ابن عمه؟ يقول هذا مرتد ويذهب به ويغدر به ويقتله؟ ضاعت هذه القيمة. إذا لابد أن نحافظ على هذه القيم، لأن هذه الأجهزة وهذه الوسائل وأولياء الشيطان يسعون إلى تجفيف هذه المنابع. فيجب أن نحافظ على قيمة الحجاب وقيمة الوفاء وقيمة بر الوالدين، قيمة صلة الرحم، وإلا ضاعت مع هذه الوسائل. أحسنت، الله يجزاك خير شيخنا. طبعا أنت عارف أنه عندنا وقف الأم، وإيش أيضا في نفس الوقت الشيخ يعني فضل من الله سبحانه وتعالى أن رزقنا مثل الأوقاف، إحنا نبغى من حبيبنا محمد آيات سواء عن الأم، لأنه يعني الوقف عن الأم، أو آيات في الإنفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى. تسمعنا من صوتك الشجي، صلى الله سبحانه وتعالى يجعل شاهدا لك. آمين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا
لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. جزاك الله خير. كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة. طبعا يا شيخ وقفنا وقف الأم. هذا الوقف يا شيخ أولا في مكة في داخل حدود الحرم. هذا الوقف يا شيخ فيه عشرات المرافق والشقق. ما شاء الله. له دخل مو بسهل على مكتب الدعوة والإرشاد في الكريات. المكتب الوقف في مكة في الحرم وتابع لمكتب الدعوة في الكريات. طبعا كثير من الناس شيخ يتساءل عن مثلا قيمة الأوقاف هذه أو عن مثلا هل هي تدخل ضمن الصدقة الجارية التي ذكر الله النبي صلى الله عليه وسلم أنها تبقى بعد الموت. نعم. هل هي تعتبر أولوية يا شيخ أفضل من غيرها؟ هل فأولا يا شيخ نصيحتك أولا بالصدقة وبالإنفاق في سبيل الله بشكل عام. طبعا يعني أنا من هذه يعني من هذا المنبر وفي هذا المقام أنا أحيي إخواننا في مكتب الدعوة توعية الجاليات بالقريات. ما شاء الله. هم زملانا وحقيقة عملهم رائد وجميل. ما شاء الله. واسم بارز وفرضوا أنفسهم حقيقة بالمناشط والإنجازات والأعمال الطيبة التي تذكر فتشكر وتسر الخاطر وتبهج الناظر. وحقيقة مكاتب الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في المملكة ومنها هذا المكتب المبارك بالقريات تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية. نعم. والأوقاف الدعوة والإرشاد فهي مكاتب رسمية مصرح بها. أيضا الحسابات المعلنة هذه حسابات رسمية ومأمونة ولله الحمد والمنة ويعني تحت إشراف من الجهات الرسمية والجهات المختصة. ومثل هذه المكاتب وعليها مكتب القريات وغيرها. نعم. هي مكاتب ولله الحمد تعمل على نور من الله وعلى بصيرة. نعم. وأيضا تعمل بوضوح وتحت الشمس مظلة. ويشرف ومظلة ويشرف عليها قضاة وعلماء ودعاة وأخيار لله الحمد والمنة. نعم. فنحن نحييهم الله ونقول الله يعطيكم العافية وهذا منشط طيب وعمل تؤجرون عليه. وأيضا أنتم الآن تدعوننا وتدعون متابعينا إلى المسارعة وإلى المبادرة ويكون عندنا روح مبادرة أن الإنسان يضع شيئا من ماله وشيئا من صدقته. أيضا يكون لنا المبادرة نحن والشيخ عبد الرحمن وقارئنا الفاضل أن يكون لنا روح المبادرة في الدلالة على الخير. فنحن أمة الدلالة على الخير أمة من دعا إلى هدى أمة حقيقة تسعى بقضها وقضيضها في نشر الخير. كيف لا وهذا الوقف حقيقة يتعلق بأغلى شيء وهو الأم يتعلق حقيقة بالقمر فالأم هي القمر. يوسف يقول عن الأب والأم يقول والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فالأب هو الشمس والأم هي القمر. فأي شيء تبذله لوالديك فأنت تعطي الشمس والقمر وتضع الشمس بيمينك والقمر بيسارك. فالبذل بالذات في الوالدين خاصة إذا كانوا أمواتا أو أحياء أو أحدهما أو كلاهما هذا من أعظم القربات ومن أفضل ما تسابق فيه المتسابقون وتنافس فيه المتنافسون أن يبذل الإنسان في الأوقاف التي هي تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة فتكون بإذن الله صدقة جارية. ويدخل الإنسان في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. ثقافة حقيقة وجود الأوقاف المربوطة بأغلى الناس المربوطة بالوالدين أو المربوطة بالأم لا شك أن هذه ثقافة طيبة تربط الأب تربط الابن بأمه تربط الفتاة بأمها أيضا تجعل الأسرة مترابطة. ما أجمل حقيقة أن تفاجئ الأم والله بالإيداع تقول الله أنا ودعت لك 1000 ريال أو أودعت لك مثل أو تأتي الأسرة مثلا. كم عدد الأسر الآن كم يوجد في الأسر 4 5 6. لو أهدينا مثلا أمنا وجدتنا أو أهدينا خالنا وخالتنا أهدينا وقف لأمه أو جعلناها هدايا مثلا هذا يتبرع بكذا وهذا بكذا في مثل هذا الوقف المبارك وفي مثل هذا الوقف في البلد الحرام وفي حدود الحرم لا شك أن هذه ولا تستقل شيئا
ولا تحتقر من المعروف شيئا، ولا تقول هذا ريال أو 100 ريال ماذا تفعل، ماذا أكون أنا في مصاف مثلا كبار التجار. لا يا أخي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبق درهم 100,000 درهم.